بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نتكلم النهاردة عن نوع آخر من الميلويد نيوبلازم اللي هو الميلو ديسبلاستيك ميلو بروليفريتيف نيوبلازم. تعالوا نفتكر الأول إحنا قسمنا الميلويد نيوبلازم إزاي. إحنا كنا قسمنا الميلويد نيوبلازم ليه أكيوت وكرونيك، بعد كده مسكنا الكرونيك وقلنا على حسب الأبنورماليتي اللي هتحصل فيه هنقسمه. إذا كانت الأبنورماليتي بروليفريشن فقط يبقى هنسميه مايلو بروليفريتيف نيوبلازم. اذا كانت الابنورمالتي هتكون ديسبليزيا فقط هنسميه مايلو ديسبلاستيك سيندروم. لو اجتمعت الصفتين عند الانيشيال تايم اوف بريزنتيشن، الديسبليزيا مع الهايبربليزيا او مع البروليفريشن، هنسميه المايلو ديسبلاستيك مايلو بروليفريتيف نيوبلازم. واستثنينا من كل الكلام دوت البروليفريشن اوف ماست الاوف ماست سيل، حطيناها في انتيتي لوحدها اسمها الماستوسايتوزيس، وبعدين استثنينا كمان بعض الري ارينجمنت اوف جينز، حطيناهم في كاتيجوري لوحدهم، واستثنينا ايضا الميلويد نيوبلازم ويز جيرم لاين ميوتيشن، حطيناهم في كاتيجوري لوحدهم. تعالوا نتكلم النهاردة عن الميلو ديسبلاستيك ميلو بروليفريتيف نيوبلازم اللي احنا قلنا لازم هيكون فيهم صفتين عند الانيشيال تايم اوف بريزنتيشن. بروليفريشن للسيلز اللي هيعمل افكتيف اريثروبويسيس وانكريز السيلز في البريفرال بلاد ل 1 اور مور مايلويد لينج، زائد ديسبليزيا ل 1 اور مور مايلويد لينج اللي هتؤدي الى ان افكتيف اريثروبويسيس وبريفرال بلاد سايتوبينيا في اللينج اللي هيبقى افكتد بالديسبليزيا. على حسب اللينج اللي هيحصل فيه البروليفريشن واللينج اللي هيحصل فيه الديسبليزيا، قسمنا الميلو ديسبلاستيك ميلو بروليفريتيف نيوبلازم الى 5 انتيتيز اللي هم مين: الكرونيك ميلو مونوسيتيك لوكيميا، اتيبيكال كرونيك ميلويد لوكيميا بي سي ار اي بي ال 1 نيجاتيف، جوفينايل ميلو مونوسيتيك لوكيميا، ميلو ديسبلاستيك ميلو بروليفريتيف نيوبلازم ويز رينج سيدروبلاست اند ثرومبوسايتوزيس، ميلو ديسبلاستيك ميلو بروليفريتيف نيوبلازم ان كلاسيفايبل. ده نعرف الميلو ديسبلاستيك ميلو بروليفريتيف نيوبلازم. هو نيوبلازم في الهيماتوبويتيك سيلز، يبقى ده كلونال هيماتوبويتيك ديس اوردر. ايه الكاركتر بتاعه بقى؟ ان في ديسبلاستيك فيتشرز وهايبربليزيا اوف وان اور مور مايلويد لينج. لازم الاثنين الصفتين دول يبقوا موجودين عند الانيشيال تايم اوف بريزنتيشن. يعني ما ينفعش يكون عندي مثلا مايلو بروليفريتيف نيوبلازم ثم حصل له بروجريشن لان بدا يظهر فيه الديسبليزيا فقسمه الى مايلو ديسبلاستيك مايلو بروليفريتيف نيوبلازم. لا، ده مايلو بروليفريتيف نيوبلازم وحصل فيه بروجريشن، ده حصل فيه كومبليكيشن، حصل ديسبليزيا وما الى ذلك. لكن عند التايم اوف بريزنتيشن، انيشال تايم اوف بريزنتيشن، كانت الصفتين موجودين ديسبليزيا والهايبربليزيا، والبروليفريشن اللي انا شايفاه ده كلونال، يبقى ده على طول مايلو ديسبلاست مايلو بروليفريتيف نيوبلازم. تعالوا بقى نفسر الكاركترز دي. هنقول ان انا عندي هايبر سيلاريتي في البوم مارو. ليه هايبر سيلاريتي في البوم مارو؟ عندي بروليفريشن، انكريزد بروليفريشن اوف وان اور مور مايلويد لينج. البروليفريشن ده افكتيف بروليفريشن، فادى الى انكريزد نمبر اوف سيركليتنج سيلز لللينج اللي حصل فيه هايبر بليزيا في البوم مارو. طيب الصفه الثانيه ايه؟ ان عندي مورفولوجيكال اند فانكشنال ديسبليزيا، سواء حاجه بشوفها بالمورفولوجي او بالفانكشنال تيست بلاقي في ديسبليزيا في السيلز. دي هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي الى ineffective hematopoiesis في اللينج اللي هيحصل فيه ده، اللي ممكن يؤدي الى سايتوبينيا لوان اور مور لينج عشان ineffective proliferation اللي هيحصل ده. كده احنا فاهمين الصفتين لازم يجتمعوا، ولازم الصفتين يجتمعوا عند الانيشال تايم اوف بريزنتيشن. طيب تعالوا نستثني من الحالات دي اي حاله كانت مايلو بروليفريتيف نيوبلازم حصل فيها بروجريشن لديسبليزيا وين افكتيف هيماتوبويس. دي مش هنحطها في الكاتيجوري دي، هنحطها في الكاتيجوري بتاعه المايلو بروليفريتيف نيوبلازم اللي حصل فيها
اللي حصل فيها بروجريشن. تاني حاجة، أي كيسز هتكون فيها بي سي ار اي بي ال بوزيتيف، ده خلاص دي البي سي ار اي بي ال بوزيتيف دي صنفتها خلاص كرونيك مايلويد لوكيميا، خرجت خالص من أي كلاس تانية. أي نيوبلازم فيه الري ارينجمنت للأربع جينز اللي احنا قلناهم اللي هما بيبقوا مرتبطين بالإيزينوفيليا، البليتلي ديرايفد جروث فاكتور ريسبتور الفا، بليتلي ديرايفد جروث فاكتور ريسبتور بيتا، فايبروبلاست جروث فاكتور ريسبتور 1، البي سي ام جاك 2 فيوجن جين، كل الكيسز ديت اللي فيها الاربعه ري ارينجمنت دول هنشيلهم برضو من الكاتيجوري دي لانهم هيتحطوا في كاتيجوري لوحدهم. ليه؟ لان هيكونوا شبه بعض، هيكون نفس التريتمنت بتاعهم، نفس البروجريشن، نفس البروجنوزيس، فهنحطهم في كاتيجوري لوحده. تعالوا نشوف تاني الكلاسيفيكيشن بتاعت الـ WHO 2016 للميلو بروليفريتيف الميلو ديسبلاستيك ميلو بروليفريتيف نيوبلازم اللي هي قسمتها للخمسة انتيتيز اللي احنا هنشوفهم دول: كرونيك ميلو مونوسيتيك لوكيميا، الاتيبيكال كرونيك مايلويد لوكيميا بي سي ار اي بي ال نيجاتيف، الجوفينايل مايلو مونوسيتيك لوكيميا، مايلو ديسبلاستيك مايلو بروليفريتيف نيوبلازم ويز رينج سيدروبلاست اند ثرومبوسايتوزيس، مايلو ديسبلاستيك مايلو بروليفريتيف نيوبلازم ان كلاسيفايبل. دي الخمسه انتيتيز اللي في المايلو مايلو ديسبلاستيك مايلو بروليفريتيف نيوبلازم اللي هنبدا نمسك واحده واحده منهم ونتكلم عليهم بالتفصيل، ونلتقي على خير في اول انتيتي الكرونيك مايلو مونوسيتيك لوكيميا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.